مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض الأحوال الجوية خلال أيام هذا الأسبوع بإذن الله، حيث في البداية هناك منخفض جوي خماسيني بداية الأسبوع، وبالتالي تسود الأجواء الخماسينية معظم أو الظروف الخماسينية معظم أجزاء المملكة، وبالتالي تكون الأجواء حارة وجافة ومغبرة، وتغطي السماء كميات من السحب المتوسطة والعالية، وبتبقى هذه الوضعية حتى تقريبا ظهر يوم الاثنين. بعد ظهر يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، وأيضا تسقط زخات رعدية من الأمطار تبدأ في المناطق الجنوبية وتمتد لمعظم مناطق المملكة تدريجيا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ بيوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء خماسينية أو تسود الظروف الخماسينية والأحوال الخماسينية، وبالتالي أجواء حارة جافة مغبرة مع غيوم متوسطة وعالية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل واضح، على الأقل ما بين 8 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الشمالية 33-23، والمنطقة الوسطى 28-20، المرتفعات الجنوبية 26-17، والعقبة 35-24. المنطقة الجنوبية الشرقية غائمة وزخات رعدية من المطر، خاصة في فترة ليلة الأحد على الاثنين، وبتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، العظمى 30 والصغرى 18. المنطقة الشرقية أجواء حارة جافة مغبرة، والرؤية الأفقية متدنية، العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية. يوم الاثنين تبقى الأجواء تقريبا دافئة نسبيا حتى ساعات الظهر أو أوقات الظهيرة، لكن بعد ذلك تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، والانخفاض راح يكون ملموس وواضح، وهذا ما سنشاهده يوم الثلاثاء بإذن الله. فيوم الاثنين أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، تسقط زخات رعدية من المطر، تكون أحيانا غزيرة، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان السيول، وخاصة في الأماكن المنخفضة. المنطقة الشمالية 31-15، المنطقة الوسطى 26-13، والمرتفعات الجنوبية 24-10، والعقبة 32-19، وأيضا الأغوار والبحر الميت 32-20 درجة مئوية، والمنطقة الجنوبية الشرقية 27-14، والبادية الشرقية 30-16 درجة مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض واضح كبير ملموس على درجات الحرارة، حيث تبدأ المملكة بالتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا، تؤدي إلى انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة، بحيث تصبح الأجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 18 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 14-8، والمرتفعات الجنوبية 11-6، والأغوار 25-15 درجة مئوية، وخليج العقبة 25-15، والبادية الجنوبية الشرقية 18-8، والبادية الشرقية 24-12 درجة مئوية. يوم الأربعاء المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، أجواء باردة بامتياز وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع فرصة سقوط زخات رعدية من المطر على فترات بإذن الله. الأجواء في المناطق الشمالية الحرارة 16 والصغرى 11، وأيضا المنطقة الوسطى 11-8،
والمرتفعات الجنوبية 9 إلى 5، الأغوار 24 إلى 12 درجة مئوية، وخليج العقبة 23 إلى 13، البادية الجنوبية الشرقية 13 إلى 7، والبادية الشرقية 20 إلى 8. إذن أجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله يوم الأربعاء في معظم مناطق المملكة، وتكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتكون أحيانا غزيرة. ويوم الخميس أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة، زخات رعدية من المطر أحيانا، وتكون أحيانا الأمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 15 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 10 إلى 7، والمرتفعات الجنوبية 11 إلى 6، والأغوار 24 إلى 15، وخليج العقبة 25 إلى 16. طبعا خليج العقبة في هناك أمطار من ليلة الأحد على الاثنين، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وحتى الخميس فرص الأمطار واردة في المناطق الجنوبية ومنطقة العقبة، وأيضا تكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. الحرارة المتوقعة في العقبة 25 العظمى والصغرى 16، المنطقة الجنوبية الشرقية 15 إلى 7، والمنطقة الشرقية 16 إلى 8 درجات مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله وبإذن الله تستقر الأجواء تدريجيا، وأيضا ترتفع درجات الحرارة لكن تبقى أقل من معدلاتها بقليل. المناطق الشمالية ما بين مشمسة وغائمة جزئيا 22-13، المناطق الوسطى مشمسة نهارا 17-11 الصغرى، المرتفعات الجنوبية 15-11، والأغوار 30-18، وخليج العقبة 29-18. أجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل في الأغوار والبحر الميت وأيضا خليج العقبة. في المناطق الجنوبية الشرقية 21-10، والمنطقة الشرقية 21-12 درجة مئوية. مشاهدينا نشكر لكم متابعتكم، نرجو أخذ الحيطة والاحتياط من حيث الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، وأيضا غزارة الأمطار وجريان السيول وارتفاع منسوب المياه والتغير الكبير الذي سيحدث على درجات الحرارة. يعني الأحد أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها، الاثنين أيضا لحد فترة الظهر تبقى الأجواء دافئة نسبيا، لكن بعد ظهر يوم الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثاء انخفاض واضح وملموس بيكون واضح، والأجواء يوم الثلاثاء باردة وغائمة وماطرة، الثلاثاء والأربعاء والخميس، وبتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها. يعني يوم الثلاثاء بتكون الحرارة في عمان بحدود 13 درجة، لكن كانت يوم الأحد بحدود 29 درجة مئوية. هناك تغير كبير في درجات الحرارة. نرجو للجميع السلامة وأخذ الاحتياطات اللازمة. شكرا للمتابعة. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.